السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى سورة من كتاب الله جل وعلا تتردد على أسماعنا وتحتاج منا إلى تأمل وتدبر. إنها سورة الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، إلى آخر السورة الكريمة. قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الويل كلمة تهديد بعذاب شديد، والهمزة هي اللمز بالإشارة أو بالعين، كأن يلمز فلاناً من الناس. واللمزة هي الهمز باللسان، فالأولى بالفعل والثانية باللسان، ويدخل في ذلك الغيبة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قوله تعالى: الذي جمع مالاً وعدده، من صفاته أنه جماع مناع، يجمع المال ويمنعه، فهو بخيل. والذي حمله على الحط من أقدار الناس هو تعداده لهذا المال، فهو يعده مرة بعد أخرى، فلا يرى شرفاً ولا عزاً إلا بهذا المال. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تيس عبد الدينار والدرهم والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. قوله تعالى: يحسب أن ماله أخلده، يظن هذا المسكين أن هذه الأموال التي جمعها ستكون مانعاً له من الموت. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة، أي ليس الأمر كما ظن، سينتقل من هذه الحياة إلى حياة أخرى يجازى فيها على أعماله السيئة. والحطمة هي النار، ومن صفاتها هذه الحطمة أنها تحطم وتكسر كل شيء يلقى فيها. وقال هنا: لينبذن، على صيغة التحقير والتصغير. قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم من شأنها. ثم قال: نار الله الموقدة، نسبها إليه سبحانه لأنه أنشأها في عالم لا يعلمه إلا هو سبحانه. قال بعضهم وقال هنا أو نسب هنا النار إليه سبحانه، في هذا مزيد أو ما لا مزيد من التهويل عليه. ثم بيّن هذه النار فقال سبحانه: التي تطلع على الأفئدة. قال ابن جرير: تصل إلى القلوب. وقال الزمخشري: تصل إلى الصدور، تصل إلى أجوافهم، ثم تصل إلى صدورهم، ثم تصل إلى أفئدتهم، وهي أوساط القلوب. ولا شيء في البدن ألين
من هذا الفؤاد فهو مكان حساس جدا. قيل ونص على الأفئدة لأنها مكان العقائد والنيات الفاسدة الخبيثة، وقيل لأن الأفئدة أو لأن الفؤاد إذا وصل إليه الأمل إذا وصل إليه الألم مات صاحبه، فهم في حال من يموت ولا يموتون، كما قال سبحانه: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تعالى: وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، وقال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. قوله تعالى: إنها عليهم مؤصدة، أي هذه النار مطبقة عليهم ومؤصدة، فلا مجال للخروج منها بأي حال من الأحوال. إنها عليهم مؤصدة، ثم قال سبحانه: في عمد ممددة، أي تغلق الأبواب ثم توضع عليها الأعمدة استيثاقاً في استيثاق، كما قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولنتصور أن رجلاً كان في بيته أو كان في غرفة أو في سيارة ثم اشتعلت فيه النار والأبواب مغلقة والنوافذ مغلقة وهو يعذب ويحترق في هذه النار ثم لا يستطيع الخروج، كيف يكون حاله؟ يكون في حسرة شديدة، وهذا حال أهل النار، يعذبون في هذه النار ومع ذلك لا يستطيعون الخروج منها وما هم بخارجين من النار. وفي هذه الصورة الكريمة التحذير من هذه الصفات التي ذكرها الله جل وعلا، وهي غمز الناس ولمز الناس وكذلك البخل وعدم الإنفاق، فإن من كانت هذه صفاته فإن مصيره إلى النار، نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.